الهيب ارثروبلاستي افتر هيب فيوجن. والتوبيك ده برضو عشان حضراتكم تبقوا يعني مدركين ايه وضعه. This is not an educational lecture. لانه if you read in the literature you will find that there are very limited series in the literature of surgeons who have replaced a few fused hips. وليه ده بيحصل؟ ده بيحصل لانه اساسا يعني الارثروديز هيبس الصراحه ابتدت تختفي، اختفت من السوق. ليه يا دكتور احمد؟ ما بقيناش بنلاقي الصراحه. عارف ان رايي و الكثير من الارثروديز هيبس. والحقيقه ان الهيب ارثروديز دي از ا فيري بريليانت سيرجري. اتس ا فيري فيري جود سيرجري. وهي اختفت لما الناس كانت بارتيكولي. هو ده بيلف لوحده كده؟ ده قلب لوحده؟ والصراحة انه الارثوديز هيبس is a very good يعني procedure, surgical procedure. ولكن اللي حصل فيه انه it died out of interest and out of vogue. يعني ما بقتش الموضة. وابتدت ترجع تاني في اواخر الثمانينات ونص الثمانينات في some areas. لما بعد ما عملنا هيبس ريبليسمنتس كتير ولقينا ان في اليونج فيري اكتف بيشنتس بالذات اللي عمرهم 15 و16 و20 دولت لما بتعمل لهم توتال هيب ريبليسمنت يعني السكسس فيها ما بيبقاش كويس. وهنشوف ازاي ان فعلا ارثروديز هيبس دي ار فيري بريليانت سيرجريز. فابتدى يجي لنا شويه حالات ارثروديز من اللي اتعملوا في الثمانينات والتسعينات. لان الناس برضو بتيجي تقول انا شفت ناس كتيره جدا ماشيين على توتال هيبس فواي دو وي نيد تو هاف ا فيوز هيب. اولا وات از ا فيوز هيب؟ فيوز هيب دي اتس ا هيب ويتش هاز نو موشن. اوكي؟ او ات كان بي انكلوزد اند ات كان بي ارثروديز. يعني ممكن تبقى سيرجيكالي انديوست وممكن ما تبقاش سيرجيكالي انديوست. اللي احنا بنتكلم عليهم مش الهيبس اللي بتبقى فيري ستيف ديو تو سوفت تيشو بروبلم او في not the latest stage of ankylosing spondylitis. تلاقي العيانين عندهم ankylosing spondylitis تفحصهم كلينيكلي تلاقيهم they are very very stiff واول ما يناموا على الترابيزه بتتحرك رجليهم تلاقي رجليهم بتتحرك. These are not what I'm talking about. I'm talking about a hip which looks like this. A hip اللي هي عندها trabeculae of bone وحتى لو مش باين قوي trabeculae of bone it is rock solid. حتى العيان هو نايم you cannot move this hip. وزي ما قلت هي ممكن تبقى spontaneously او تبقى surgically induced. مشكلة الارثروديز هيبس لما بنعمل لهم اي نوع من الكونفرجن فور وات ايفر ريزن زي ما هنتكلم ان عاده هم ذي ار يانج بيشنتس. يعني ات از فيري انلايكلي قليل ما الواحد بيعمل بريك داون او تيك داون لفيوز هيب فعيان عمره 65 او 70 سنه. لانه ده معناه ان اللي عمل له الفيوز هيب دي عملها له وهو سنه 50 which is particularly unlikely. ليه الهيبس they get fused؟ we can do surgical arthrodesis although this is not commonly done now. وفي diseases كتيرة جدا الـ end stage بتاعها بيعمل fusion. ودولت احنا بنخاف منهم شوية برضو غير الـ arthrodesis hip على اعتبار ان الـ arthrodesis hip دي اتعملت by an experienced surgeon. ليه بنخاف؟ لانك انت you cannot control the position of that hip. مش عارف الـ hip دي جاية لك في وضع شكله ايه. في external rotation, في internal rotation, في abduction at day, في abduction at day and so on. فكل دي حاجات ممكن تعمل spontaneous fusions. و how many people have seen ال ICU post head injury fused hips؟ كتير. بنشوف كتير جدا العيانين اللي بيبقوا في ال ICU و they end up with a fused hip. ودي اسمها neuromuscular heterotopic ossification. It is quite different from the classic HO اللي بتيجي في الابدكترز. It affects the iliopsoas and it goes all the way down to the lesser trochanter. It's important to realize انه لو كان في proper physiotherapy في العيانين دولت ما كانش يحصل لهم هذا الكلام. لان دي بتحصل نتيجة لنجلكت في الانتنسف كير. ف اللطيف بقى ان احنا لما نبتيجي عايزين بنتكلم احنا هنا في مؤتمر بتاع الارثروبلاستي. فbefore I share with you my experience with conversion and breaking down fused or arthrodesis hips, تعالوا نبص كويس على ال long term follow ups of hip arthrodesis. They are quite impressive. The work of Callahan يوري حضرتك ان هو
he has followed patients up to 35 years. Instance of reported knee pain, ipsilateral, back pain, or contralateral hip pain is quite high. بس كم منهم جم يطلبوا conversion to total hip replacement؟ ستة. How many of them were unemployed? One. It looks like a very nicely functioning surgery when it's properly done. ونفس الكلام لو تبص على ال work of sponsor retail هتلاقي ان هو it is exactly the same. The long term follow up by sponsor retail نفس الحكاية بالضبط. The conversion percentage to arthroplasty is very very low because it's a good surgery. It works well. الله. طب الناس بتيجي تطلب انها تتشال ليه؟ هو احنا as surgeons احنا بنقول ان احنا we need to break it down probably because there is a malposition. طب if there is a malposition بس in a young patient who's working well, طب why not even do an osteotomy and put it in a good position. العين بيقولوا احنا we have a non-satisfactory gait and posture. The problem هو انه patients now are being told انك you can have a painless hip which is mobile. فall of them wants to have a painless mobile hips. ولما تيجي حتى تتكلم مع حد انا يعني in one of the exams when I was doing the FRCS oath many years ago فكنت على long case كان فيها young patients with a hip arthritis والراجل examiner قال لي what would you like to do for this patient فابتديت اكلمه على انه في different options with young patients mid 20s and arthrodesis is an option فاتخض كده وقال لي do you know in my unit يعني if I get asked to do an arthrodesis and a patient comes from some odd region asking for an arthrodesis hip, the first thing I would do, I would let him sit with one of the few patients we have in the community who have an arthrodesis hip. عشان هما they have to understand what it is to have an arthrodesis hip. في طريقة في المشي مختلفة وطريقة في القعدة مختلفة and so on. فit seems إنه فعلا most of the people come to us for taking down and converting an arthrodesis hip not really because of the back pain and the knee pain and the contralateral hip as much. Many of the people that have converted, they did not get converted because they had truly incapacitating back pain. Huma, they came to be converted because it's out of vogue. Huma, they want to have this move. العيان اللي احنا شايفينه ده, he's one of the reps who had a trauma when he was much younger. وجاله bilateral acetabular fracture. This was an arthritic hip, I changed it for him. Wadi was a very well-functioning hip for more than 25 years. وصراحة لما سألته قلت له انت دلوقتي المشكلة عندك back pain هو جاء عشان لما right hip that was the only mobile hip got painful بقى مش عارف يمشي على painful hip ومعاه an arthrodesis hip. بس when I converted his right hip, he came asking specifically that he just wants to have the other hip عشان تبقى واحدة زي التانية واضطريت صراحة under pressure to replace his other hip. وكمان لو بصينا نلاقي حاجة غريبة جدا, هما العينين بيجوا يشتكوا من a contralateral hip pain or an ipsilateral knee pain or a back pain. طب why do we break down the arthrodesis if they have an arthritic knee? They might as well have a knee replacement. If they have a contralateral hip, they might as well have the other hip replaced. And if they have a back problem, maybe they should have fusion. For why do you think we're actually bringing down these arthrodesis hips? Anybody know? The issue is simple. If you leave a total hip replacement on a contralateral arthrodesis hips, the incidence of failure in 6 or 7 years is about 40%. But even if you replace the arthritic hip on the contralateral side, you probably need to replace the other hip. It's not just because the patient asks you to do it. وبرضو لو عملت له total knee replacement on the same side, probably knee replacement is not going to function very well and they're going to have early loosening. The literature have shown us in fusion surgery of the back fails when it's being done with an arthrodesis hip. And this is probably why we all replace these hips nowadays. في issues of concern about it, of course there is. دايما احنا بنبقى خايفين من كذا حاجة. أول حاجة احنا عارفين العيان دوت كان very active where he was working very well with arthrodesis hips. When you replace them and you do a hip replacement, not expect them to be as violently active as they were with an arthrodesis hip. The second thing هو issue of stability.
Are these hips unstable when you convert them? هو الكومن سنس بيقول yes. In fact, they aren't. When you look at all the series, the instance of dislocation instability is very low when you convert them. They might be a little bit higher مع بعض الابروتشز اللي بنعملهم trochanteric osteotomy, although many people in their own series, they like to do transtrochanteric osteotomy. I don't, I always use the posterior unless I really need to do that to remove metal work زي اللي حضرتكم شايفينه ده. يعني العيان ده عيان انكلوزنج سبوندلايتس. و when this hip became more and more stiff clinically, ده عيان اول ما حطيناه على الترابيزه ابتدت الرايت هيب بتاعته تتحرك, but it was clinically stiff, he couldn't walk. فهي was changed into a board of wood. واول ما غيرت له الهيب دي, الغريبه انه السيرجن هو ديد ذس, I'm sorry ان ذس يعني اكس راي مات نوت بي فيري كلير, السيرجن هو ديد ذس, هي ديد ذس فور ذا انكلوزنج سبوندلايتس, لانه هي واز ا يانج بيشنت وذ ان ارثرايتس, فراح اعمل له هيب ارثروديزيس. غيرنا له وان سايد, وفي ذات تايم وي يوز ذا اوريجينال ترايبولر, حطيت له الترايبولر ده, ده كان ون اوف ذا ايرليير ديزاينز اوف ذا ترايبولر. وبعدين هي كيم باك اند هي اسك فور انذر بريك داون, فوي بروك داون هيز اذر هيب از ويل, وعملنا له conversion. One of the things that you might see, لو هتعملوا arthrodesis hips, it would be very nice to do it by trochanteric osteotomy and putting a cobra plate under the trochanteric osteotomy. It helps the surgeon who's going to break it down into a hip replacement. لأنها you preserve the abductors because you're doing a trochanteric osteotomy, so you're preserving the abductors. And then when you want to reach the acetabulum, you do again an osteotomy just superficial to the plate in order to remove the plate. وتجري ورا البليت لغايه لما توصل سوبر اسيتابلر, تشيل البليت تلاقي نفسك على الجوينت اللي حضرتك عايز تعمل لها ريبليسمنت. ايه المسمار ده يا فؤاد؟ ده الاوستيوتومي الفليب اللي انا عملتها عشان اشيل ال يعني ده واز بليت هير. خلاص؟ يعني عليك بعد كده وي هاف تو فيكس الاوستيوتومي. البتاع ده مش حلو خالص. طيب. دي one of the series اللي انا I want to share it with you. دي عيانين احنا عملناهم في الفترة دي من 2001 ل 2013. هما 27 hips. You can see that يعني اغلب العيانين دول they're quite young. الـ average fusion كانت تقريبا بقالها 17 سنة. ف they actually did function quite nicely. This is an example of one of them. الـ diagnosis بتاعنا كان حالات, عندنا حالات الانكلوزنج سبوندلايتس كويت جود ماجوريتي, عندنا ا جود نمبر اوف بوست تروماتيك كيسز, وده اتس ا بوست تروماتيك كيس ذات واز انكلوزد سبونتينيسلي فيوزد, وذس واز شورتنج اند سايتيك بولس هير. غيرنا دي وبعدين غيرنا الناحيه الثانيه. هو انت يا تنط يا ما تشتغلش. فذس از ذا هيب افتر ريبليسمنت. وات اباوت ذا سيرجيكال تكنيك؟ في فيو تيبس اند تريكس اقولها لحضراتكم. اول حاجه, you definitely need to have a very good careful preoperative plan. لازم تبقى عارف فعلا انت عايز تحط فين السنتر اوف روتيشن بتاع حضرتك. احنا بنحط العيانين في lateral decubitus position, بيبقى فيه صعوبه لانك انت you cannot move the hip خالص, فبيبقى there's a difficulty in your approach. I like always to use the posterior approach. You have to identify the sciatic nerve, مش تحسه بس, لان هنا there's a problem. كتير من العيانين دلوقتي بيبقى عندهم external rotation deformity, and this closes the space posterior to the greater trochanter. So you need to identify the sciatic to take it away. لأن حضرتك أنت you're going to do an osteotomy in situ. Your osteotomy that you do بتبقى double osteotomy, لأنك you need to create a joint space. So it's not enough to do one osteotomy. You always do a double osteotomy, and you have to plan where you're going to put your osteotomy to leave a good lever arm for your abductors. Few things that you can identify very nicely. The labrum. If these hips have been either spontaneously fused أو حتى لو تعمل لهم surgical arthrodesis, there are remnants of the labrum, and the labrum if you identify it هيوري لحضرتك فين الاسيتابلم بالظبط. والحاجة التانية that I really love زي ما وريته لحضرتكم امبارح is the tail. The tail هنا is beautiful لأنه it stays. This is the one anatomical landmark that doesn't disappear ولا مع spontaneous fusion ولا مع arthrodesis. وبالتالي تقدر تعرف فين ال true floor and you know how further on down you can reach. This is an example of one case which was replaced. You can either use a cementless reconstruction or cemented. In most of these young patients, I like to use cementless reconstructions, and I'm not going to go into which is better, cementless or cemented.
It's a topic نبقى نتكلم فيه بعدين. I like to use the cementless reconstruction for these young patients because I can give them a better survivorship with a better weight bearing surface. The results are gratifying. العيان بيبقى مبسوط من الرينج اوف موشن اللي بيجيله. He has a much better flexion extension range. A rotation is not brilliant, لكن they have a good flexion extension range and have a very reasonable abduction adduction range. وده بيحسن جدا الموبيليتي بتاع العيانين. So far, taking loosening as an endpoint, we had quite good survivorship of our series. But this is not a surgery without complication. You can have complications if you don't become very careful about the technique that you're using. One of the things اللي الصراحة when I kept reading about it in different series عشان أحاول أفهم أكتر إزاي الحالات دي بتتعمل, لأنه ما فيش فعلا straightforward guidelines about a specific one technique to use. ناس كتيرة جدا بتقعد تقول إنه ساعات إحنا مش لازم ن convert them simply because the patients are coming to ask for it. ولو قالوا لحضرتك إن هم عندهم an ipsilateral knee with a low back pain and so on, unless it's really disabling and you find radiological evidence of structural changes coming from arthritis, perhaps you should not actually convert them because they are very good functioning hips. العينة دي جات لي in her mid-20s وكان عندها الارثروديز اللي كانت هنا دي من وهي سنها 17 سنة, كانت in her late-20s ساعة ما جات, وكانت عايزة انها تكسر الارثروديز hips دي. In fact, this was many years ago. I found that this is a very challenging case to do. Probably here she wanted to have it broken down because كانت عايزة زي ما الدكتور محمود كان بيقول she wanted to get married. وبعدين الحقيقة إنه they can still get married with an arthrodesis hip, by the way. There are papers which have been written about that. Anyway, to cut a long story short, I replaced her hip. This was at a time when cementless hips used to be provided more than 10 years ago with no cross-linked polyethylene, just ordinary polyethylene with a large head. It's a large head on ordinary polyethylene on a metal back, which is a big thing that I should not have done. انتهت الأمر بأنه حصل لها this type of wear. وابتدى يحصل لها هذا الوير, and then I told her that we probably need to replace this hip. نخش ونغير البوليثيلين ونعمل some revision. لما تبصوا كده هتلاقوا ان في هنا osteolysis ابتدى يحصل بطريقة محترمة, ابتدى يحصل هنا backside wear. وفعلا this is not a very good story. الستوري اللي عرفتها بعد كده انها she disappeared for another couple of years and she had a fracture of her acetabulum والكب ده لوس ودخل جوه البلفس. I don't know what happened later on for her. It was a very very nasty situation. The quality of life outcome scores لما بتقارن ما بين الهيب replacements for following an arthrodesis following ordinary degenerative arthritis obviously is a little bit lower. لكن كمان لما تبص على كل literature تلاقي ان literature they are very small series. Look at the numbers of series. كلهم عدد قليل قوي ما عدا بس يعني جوشي إتال, لكن اغلبهم حالات عدد قليل جدا والريزلتس بتاعتهم are very variable. في ناس ادت excellent results وناس ادت not so good results, وبروبلي السبب لان حتى الحالات دي they are not standardized in their follow up. في ناس بتدرسهم بهارس هيب سكور وناس بتدرسهم بأذر functional scores والفولو اب of their hips ما بتبقاش for a very long number of years. يعني مين follow up شوفوا عدد قليل مش زي الايه اغلب الحالات اللي بناها follow up. فأعتقد أن إحنا as all arthroplasty surgeon we're still يعني starting our few steps into this procedure, وما أعتقدش إحنا هنكمل كتير لأنه برضو الارثوديز hips are not that frequent, but it's a technique that is useful for a hip surgeon to know. فyes you can bring them down, لكن many of the patients will come pushing you to have their hips brought down. فif they do, you probably need to send them away. And they have to come back and you send them away and they have to come back and you keep on sending them away several times before you agree to break down an arthrodesis hip because it's not an easy surgery to do. Her results are less than the primary total hip replacements, comparable to a very difficult revision hip arthroplasty, and a lot of complications can happen. It's one of those surgeries that we have to do these days. Thank you. Thank you very much, Dr. Fouad. طبعا انت عارف رأيي في الموضوع ده. بتاع الconversion ولا بتاع الارثوديزيس؟ لا لا, الconversion طبعا.
وانا يمكن من الناس اللي حضرت اساتذتي بيعملوا يعني فيوجن كتير، لان احنا ايامنا ما كانش التوتال هيب دي كانت بالمنظر اللي بيتعمل كده دلوقتي، وكنا بنشوف الريزلتس في منتهى الجمال. يعني الناس بيشتغلوا فلاحين وبيشتغلوا عمال وبيشتغلوا يعني وكانوا عايشين بيها. انا عملت يمكن عدد يعني حاله او حالتين، وكان فور ذا سيك اوف ان وكانوا الاثنين بنات عايزين يتجوزوا، وكانت عايزه طبعا الرينج يبقى احسن. يعني اتس ا ديفيكلت اوبريشن، انك تظبط الهيب سنتر صعب جدا، السياتيك نيرف از ات ريسك، انت بتشتغل بتعمل اوسيوتومي في حته امالجاميتد خالص، النيوروفاسكولار باندل قدامك وانت مش شايفها او مش عارف مكانها فين، الابداكتورز مش شغاله فور ا فيري لونج تايم، وبعدين انت بتطلب منها انها تشغلها. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده بس انا قبل كده اي ثينك ان الابداكتورز بالذات تحديدا بعكس ما الناس بتقول بتبقى شغاله. هو surprisingly اغلب العيانين دي حته انا I missed to say most of these patients preoperatively I test their abductors and their abductors is function and you can test it بطريقتين clinically بانك تحط العيان على جنبه و you feel the abductor. هو العيان الابدكتور بتاعته بتشتغل بس in reverse mechanics عشان there is a fusion، فالعيان بيبقى شغال بانه بيحرك the whole pelvis، يعني الفالكرم بتاعه هو بيبقى الابدكتور. ويو كان تيست ذا ابداكتور يو سي ات اند اف يو دو ا سوفت تيشو ويندو اوف ا سي تي سكان هتلاقي انه ديفينتلي طبعا اتس ويستد ابداكتور بس ات از اباوت هاف ذا ثيكنس اوف ذا كونترالاتر ابداكتورز فدي دو فانكشن. يعني anyway هو تو كونفرت ان ارثوديزد هيب انتو ا توتال هيب محتاجه يعني انك تقعد تعمل كونسلنج مع العيان مره واثنين وثلاثه زي ما الدكتور فؤاد قال، وبعدين يوم ما تيجي تقول انا هعمل لازم تبقى يعني محضر نفسك تماما عشان ما تقولش يا ريتني ما عملتهاش، كان الاول احسن. يعني حد عنده اي سؤال تاني؟ اتفضل حضرتك. حضرتك لو خدت بالك انا وريت حضرتك واحده بس اللي هي اول ما فيش احتياج انك تحط كونسترينت خالص، يعني كونسترينت كوب حاجه والجول موبيليتي او الترايبولر حاجه تانية خالص. انا في 1 كيس اللي وريتها حضرتك ببايلاترال تراي بولر كابس، دي واحده من الفيري ايرلي كيسز، دي معموله اكتر من 11 او 12 سنه، وهي الفكره انه ات ذات تايم انا كنت خايف زي حضرتك كده متوقع انه غالبا هيخلع، فحطيت التراي بولر كابس. بس بعد كده I've showed you so many examples ما بيحصلش مشكله، وايفن واز بيت يعني جايز تقول عليا متهور شويه، عملت سيراميك اون سيراميك فيهم which is a bit مش حلو قوي يعني، لكن they worked. فانا I replaced them with even ordinary 28 millimeter heads. Nowadays most of the hips that we do it وبنحط يا 32 يا 36، لكن we put ordinary hips و ordinary cups و they're not unstable. لان هي بتبقى ستيبل يعني. Yes. تفضل سؤال تاني. تفضل عزام، مين اللي بيتكلم؟ انت مش شايفك، اتفضل قوم اقف بس صحيح بس ها؟ نعم مش سامع. يس. اعلى. عشان الفيوز باين؟ بص حضرتك انت عايز بتتطرق بحته انا ذكرتها في الانستابيلتي امبارح. الحته دي ستيل بينج ستاديد. احنا وي دو نو جديد على فكره. ذير از ان انفلونس بتوين ذا سباينو بلفيك موشن. احنا عندنا داتا كويسه قوي دلوقتي على الريليشن شيب بتوين ذا سباينو بلفيك موشن اند ديفرجن اند ذا فيرتيكال بوزيشن اوف ذا اسيتابولم. وازاي الستيف هايبولوردوتيك سباين بيعمل امبينجمنت بوستيرير والفيري هايبر موبايل هايبرلوردوتيك سباين بيعمل امبينجمنت انتيرير بالذات في الشيتنج، وفي دوكيومنتيشن كتيره جدا وجيت اناليسيس للعلاقه ما بين سباين وبلفيك موبيليتي، بس ما فيش فرانك كورليشن ما بين رينجز في السباين موشن و percentage or probability of dislocation. لانه عشان تعمل اللينك ده لازم حضرتك تستاندردايز the etiology for which you're doing your hip replacement، لازم تستاندردايز السيرجيكال ابروتش، you have to standardize
the size of the femoral head, the version of your cup, the position of the stem. There are so many variables that you need to standardize. عشان تقول للناس خدوا بالكوا انه العيان اللي عنده stiff hypolordotic spine ده خد بالك من الوضع الآتي في الكب بتاعه versus العيان اللي عنده very flexible hyperlordotic spine. ف I don't have a straightforward answer. I do know that there is a point about it, about انه spinopelvic mobility has an important influence on the version and the relationship of the cups. بس it seems انها ما ياشي that important. في ناس مهتمية بيها عشان في ناس بتحب تعمل publications في literature. لكن it seems انها it's not that important بدليل انه لو سألت حتى في اي hip meeting مجموعة كبيرة من الارثروبلاستي surgeon قلت لهم how many of you study the range of motion and the spinopelvic mobility as a preoperative assessment of your patients قبل ما تعملهم hips هتلاقي ولا واحد إلا اللي طالعين من السنترز اللي عملوا publications على الspinal pelvic mobility. أعزم. بص ال releases as a standard part of the procedure يعني. بص اولا طبعا انا بتكلم على انه دول كل دول ده انترا ارتيكولار ارتريز ففي حاجات تانية زي الاكسترا ارتيكولار ارتريز بتعمل لك بهدله في الموضوع لكن anyway هو انت you need to do a very careful preoperative planning وتشوف انت هتعمل الاوستيوتومي بتاعتك فين حسب الحاله اللي موجوده. This is number one. Number two بتستعمل ايمج يا دكتور فؤاد؟ Yes. ايمج انا بعتمد على حاجتين. الحاجة الأولى دايما بحاول identify the transverse acetabular ligament always but I always identify the labrum لأنه ده بيوريني الفرق اللي موجود ان الهيب الهيد لما تبقى فيوز you can't tell the difference ما بين الهيد وبين الريم of the acetabulum لكن الليبرم بيوري حضرتك فين. If you identify the labrum you can say it. والكبسول لما بتتفتح يا جماعة الكبسول كبسول والليبرم ليبرم مش الاثنين زي بعض ف you can actually go to the periliberal sulcus and you can identify it and then بقول للناس الكبسول كبسول والريتيناكلم ريتيناكلم في السيرجيكال ديسلوكيشن والكبسول كبسول والليبرم ليبرم. If you identify the labrum then you know the circumference of the head of the acetabulum. You have to identify the tail. If in doubt you ream a little bit وبعدين تقدر تستخدم الايمج دنسيفاير دي حاجه وفي طريقه ثانيه لطيفه خالص انك you drill it. What you can probably do انك انت تيجي في الفلور and you simply drill the floor until you perforate the floor with a very thin drill وبعدين تقيس جايب معاك depth gauge وشوف الثيكنس اللي قدام حضرتك دي قد ايه. لو لقيت ان انت لسه قدامك 3 سنتي يبقى you can probably ream with a reamer up to size 50. خلي بالك ان the majority of these ما فيهمش مشكلة. This is not a dysplastic hip. This is an arthrodesis hip. المشكلة مش في الشورتنج. المشكلة عمرها بتبقى في الشورتنج. اعتقد المشكلة اللي موجودة اللي ممكن تعمل الحكاية دي هو في surgical approach اللي بيتكلم عليه دكتور احمد بيه. ان surgical approach يلخبطك فانت ما تعرفش سكتك فتجري تعور حاجة. لكن mostly it is not a question of انك انت لما هتلنثن هو بيحصل lengthening for sure. انك انت لما بترستور الاوفست ده الاوفست ده بيعمل شوية lengthening. بس احنا اتعلمنا من الديسبلاستيك هيبس ان انت يو كان ابشي لينثن ات اب تو 4 سنتيمتر وذ نو بروبلمز اباوت ذا سياتيك. فاي دونت ثينك انه في ايشو قوي في اللينثنينج اباوت النيرفز او اباوت ذا فيسلز. يس ذس از فيري نايس ذس از نايس كويستشن. ذا كي از ذا ني بيبل ساي بات نوت ان ذيس كيسز. انا لو عندي ان اوستيو ارثريتيك ني ومحتاج اغيرها. Have you ever replaced a knee with an arthrodesis hip? Have you? I don't think you can. فواحدة من الانديكيشن التكنيكال اللي مكتوبة في breaking down an arthrodesis hips when you have a severely advanced arthritic knee that you need to replace. تمام؟ فactually you probably will need to break down the hip and replace it first and then replace the knee. كلمة the knee is the key دي كانت في البوليو مش في هنا. بس مش هنا. طيب ننقل بقى على المحاضرة الثانية الثالثة. دكتور محمد يونس. Thank you very much دكتور فؤاد. Very nice.